أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 51: كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء دعاءان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب من الله: اللهم إني أسألك التوفيق، اللهم إني أسألك النجاح، اللهم إني أسألك أن تشفي مريضي، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا. الدعاء هذا دعاء مسألة، شيء تريده، شيء تريده، هذا يسمى دعاء مسألة. هناك دعاء عبادة ويدخل فيها جميع العبادات: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. لأنك ما تصلي إلا لأنك تريد الجنة وتريد رضا الله سبحانه وتعالى، ما تصوم إلا لأنك تريد الجنة وتريد رضا الله، وهكذا. هذه كل الأعمال الخيرية أو الخيرة الطيبة المباركة التي نعملها إنما نعملها لكي يرضى الله عنا وبالتالي يدخلنا الجنة، إذن هو دعاء ولا سمى دعاء عبادة. نعم.